في كتاب الواضح في النشاط العلمي عندنا موضوع التنفس، الحصة ما هو تأثير التلوث على جهازي التنفسي، هذا أما صفحة 14. إذن درس ما هو تأثير التلوث على جهازي التنفسي صفحة 14، قلنا Quel est l'effet de la pollution sur mon appareil respiratoire? Quel est l'effet? L'effet tire de la pollution tire au telwoud sur mon appareil allergique à tenfouti. L'effet talumi ou sur tire à telwoud allergique à tenfouti. J'explique maintenant Ashraf officiel l'effet tire de la pollution telwoud sur l'appareil respiratoire allergique et tenfouti. Iden antalek ou lahid suratin ou abir anna fi hadi surat oula ou lahid kallahid wahtif annahu yarkud وسط الدخان هاربا من الدخان. الصورة الثانية نلاحظ طفلة مريضة ربما أنها أصيبت في جهاز التنفسي ومرضت. إذن أتساءل ما مصادر تلوث الهواء وما هي أسباب إصابة جهازي التنفسي؟ أفترض الدخان يلوث الهواء ويضر بصحتي وبجهازي التنفسي، لأن تلاحظ الصورة الأولى هذا الدخان يلوث الهواء ويضر بصحة الإنسان، لأن لاحظ الصورة الثانية الطفلة مريضة، إذن يضر بصحتي وبجهازي التنفسي. تعبير أبحث في وثائق عن مصادر تلوث الهواء وأسباب إصابة الجهاز التنفسي. إذن غنشوف هذه الصور، هذه الوثائق أصف ما تعبر عنه الصور ثم أملأ الفراغ بما يناسب. أملأ الفراغ بما يناسب: النقل، الملوث، الدخان، المعامل التنفسي. لاحظ الصورة الأولى، نلاحظ وسائل النقل هنا أن السيارة، التاكسي أو هنا الموتور والدخان منبعث من هذه الوسائل. الصورة الثانية نلاحظ الدخان منبعث من المعامل. الصورة الثالثة نلاحظ الطفل يرتدي كمامة تقيه من هذا الهواء الملوث. إذن نتمم: يتلوث الهواء أساسا بسبب الدخان المنبعث من وسائل النقل. هنا عندكم النقل ما مكتوبش، مكتوبها من وسائل النقل ومداخل المعامل أو المصانع. يرتدي الطفل كمامة تنتقي جهازه التنفسي من تأثير الهواء الملوث. إذن أستخلص: أملأ الفراغات بما يناسب، إصابة، الملوث، أمراض سامة.
يحتوي الهواء، الهواء الملوث، يحتوي الهواء الملوث على مواد كيميائية. كيف هي هذه المواد؟ مواد سامة تؤدي إلى ماذا؟ إلى إصابة الجهاز التنفسي بعدة ماذا؟ عدة أمراض، الأمراض كالحساسية والربو والسعال. أعيد، يحتوي الهواء الملوث على مواد سامة تؤدي إلى إصابة الجهاز التنفسي بعدة أمراض كالحساسية والربو والسعال. أغني معجمي، تلوث معناها بوليسيون، حساسية أليرجي، ربو أستم، سعال تو. أستثمر je mets une croix devant la bonne réponse. إذا أضع علامة أمام الجواب الصحيح. Les enfants qui ont des problèmes, الذين لهم مشاكل، des problèmes de respiration، مشاكل تنفس، sont ceux qui habitent، هم الأطفال الذين يسكنون، dans les grandes villes، في المدن الكبرى، dans les campagnes، في البوادي، près des autoroutes، قريب من الطرق السيارة. إذن من هم الأطفال الذين لهم مشاكل، عندهم مشاكل التنفس؟ هم الأطفال الذين يسكنون في المدن الكبرى، dans les grandes villes. Donc je mets une croix. ونأتي إلى نهاية الصفحة 14، وشكراً.